الاسم الى حدود وكذلك فضاء ذاكره. البارحه طرقنا المحور الاول المتعلق بالمفاهيم اللغويه. من خلال هذا المحور طرقنا الى مجموعه من المفاهيم المتعلقة بالمجال، بداية بالطبيعة الداخلية أو الطبيعة بلغوجية ديناكتيك إلى غير ذلك من المفاهيم. أتمنى أنها تكون خدات، يعني ما نبقاوش ما نعاودوش نرجعو ليها. وإذا كان شي سؤال قبل ما نبداو الحصة المتعلقة بالنظريات، نتوجه حالا باش نكونو يعني سالينا مع المحور الأول، ما نبقاش في الإشكال. هل هناك أي سؤال فيما يتعلق بالمحور؟ نعم، إيش سؤال؟ إيش سؤال؟ أنا هناك سؤال، إيش سؤال؟ إذا ما كانش سؤال، أنا عندي سؤال. ما العلاقة بين التدريس والتعليم؟ وما الفرق بينهما؟ التعليم هو جزء من التدريس. عندما ندرس فيمكن أن نقوم بالتعليم ونقوم بالتربية ونشاط. التدريس كما قلت هو نشاط، ونشاط يمكن أن يقوم فيه المدرس بالتعليم وبالتربية، بين التربية والتعليم كما هو معروف. إذا هو جزء من التدريس. إذا هو جزء من عملية التدريس. إذا عندما نقوم بالتعليم فنحن فقط قمنا بجزء من التدريس. عندما نتحدث عن التدريس نتحدث عن فصل دراسي وعن أستاذ وعن قانون تنظيمي. بينما التعليم مثلا الحرفي يتعلم الحرفة عنده وعن يمين، يعني لا يرتبط بالمجال المحيط المدرسي. إذا هو لا يشترط في التعليم أن يكون داخل المدرسة، والتدريس يشترط أن يكون داخل المدرسة. أي جواب آخر؟ من علي التدريس نشير إلى ذلك النشاط التربوي الذي يعني يكون فيه الطرفين الأساسيين اللي هما المدرس المتبقين أو المتعلم، الذي يرم ويهدف إلى إكساب هذا المتعلم مجموعة من القيم والمهارات. أما في حديثنا عن التعليم يعني يمكن الحديث عن طرق التعليم إلى آخره، يعني المنظومة ككل. يعني المنظومة ككل، يعني أنك تحدثت عن التدريس باعتباره جزءا من التعليم. حتى لا نتوقف في هذه النقطة حتى نسترسل نظرا لنا الوقت، ما عندناش بزاف، لأن خصنا نديرو نظرية التعلم نساليوها، وخصنا من بعد ندخلو للديداكتيك باش نقصو ما يتعلق بالمستجدات ونشتغلو واحد الاشتغال عندنا هنا. فيما يتعلق بالتعليم والتدريس، التدريس قلنا أن هذا نشاط تعاقدي بين مدرس ومتعلم. حينما نتحدث عن التدريس نتحدث عن عملية تشاركية بين المدرس والمتعلم. لدينا التعليم ولدينا التعلم. التعليم والتعلم فيهما نسبة نشاط متفاوتة بين المدرس والمتعلم، فيسمى بذلك هذا تعليما ويسمى الآخر بموجبه تعلما. فمتى ما كان نشاط المدرس أكثر داخل الفصل سمي تعليما، ومتى ما كان نشاط المتعلم أكثر سمي تعلما. ولذلك نحن نتحدث عن إعطاء الفرصة للمتعلم وإشراك المتعلم وجعل المتعلم هو في
قلب العملية التعليمية التعلمية. هذا النقاش هو نقاش من أجل بلورة تصور التعلم أكثر من التعليم، من أجل بلورة هذا التصور. فخلال التعليم نحن نمارس التدريس، وخلال التعلم نحن نمارس التدريس، لكن بنسب متفاوتة كما قلنا بين التدريس والتعليم فيما يتعلق بالنشاط أو نسبة نشاط المدرس ونسبة نشاط المتعلم. ننتقل إذن من هذا الباب اللي هو باب التعلم، عندنا ما يتعلق بالنظريات، ما نطولوش في تعريفها. النظرية نعم، فيما يتعلق بالنظرية هي نسق تفسيري لظاهرة معينة. هذه النظرية بشكل عام هي واحد نسق تفسيري، فاش كنهضروا على نظرية كنهضروا على ظاهرة معينة تحتاج إلى تفسير، ولا توجد من المعطيات العلمية الدقيقة القطعية ما يفسرها بشكل قطعي. واضح؟ عندنا مثلا هذا الكتاب تحمل هو عندنا حقيقة علمية تفسر ذلك، واضح؟ نحتاج فيها نظرية، لكن باش يعجز العلم على التفسير القطعي الدقيق لظاهرة معينة نلجأ إلى في تلك الحالة إلى ما يسمى بالنظرية، وبالتالي هي نسق تفسيري لظاهرة معينة. الظاهرة التي نتحدث عنها هي ظاهرة التعلم. الظاهرة التي نتحدث عنها هي ظاهرة التعلم. التعلم لماذا سمي ظاهرة؟ واش معنى التعلم واضح؟ شكون يقدر يعرف لي التعلم أو لا يوري لي التعلم؟ شكون يوري لي يقول لي هذا التعلم؟ أعطيني شي حاجة ملموسة بأن هذا التعلم. نعم؟ إذا هو نسق مجرد، معناه أنه غير ملموس، غير قابل للقياس وغير قابل للملاحظة، غير قابل للملاحظة والقياس والضبط، زين؟ وبالتالي هو ظاهرة. إذا هذه الظاهرة تحتاج إلى نظريات لتفسر كيف تتم هذه العملية، لأن يعتبر بأن الإنسان هو أعقد كائن على وجه الأرض، وبالتالي تعلمه كيف يكتسب؟ هذا التعلم هو بما تميز عن الكائنات الأخرى القابلية للتعلم. فإذا هذه النظريات كما تحدثنا، هناك نظريات التعلم، لكن المصطلح الحديث الذي يوضح هو نظريات التعلم والاكتساب. نظريات التعلم والاكتساب. الإشارة هنا لماذا أضيف الاكتساب إلى التعلم؟ وما الفرق بين التعلم والاكتساب؟ إذا كان التعلم هو الاكتساب، ليش نحتاج إلى أن ندرج المصطلحات في مصطلح واحد؟ نتحدث عن التعلم والاكتساب لأن التعلم من علم يعلم وهو ضد الجهل، هو ضد الجهل، بمعنى يشترط في إذا كنت أتعلم شيئا فإني كنت جاهلا له قبل ذلك. الاكتساب هو يمكن لي أن أتعلم هذه الحالة، يمكن أن تكون قد اكتسبت أو تعلمت ذلك الشيء، لكنك تكتسبه بمعنى تعززه وتزيد فيه. ولذلك كان التعلم والاكتساب. أول نظرية هي نظرية السلوكية. هذه النظرية السلوكية هي لصاحبها واتسون. جاءت هذه النظرية من بعد ما كان سائد في التفسيرات العلمية اللي كانت قبل، هو ما يتعلق بالجانب الباطني. كان الفلاسفة قبل واتسون يتحدثون عن التعلم وعن الظواهر التي تسود داخل المجتمع باعتبارات باطنية. شنو الاعتبارات الباطنية؟ هي اعتبارات الرغبة والدافعية الذاتية والحافزية الذاتية. كان هذا هو التفسير قبل واتسون. من بعد التطور العلمي اللي جات تفسيرات علمية، تفسيرات علمية اللي تمنحوا منحى العلوم التجريبية. جاء واتسون وقدم وفق يعني رفقة فريقه تصورا علميا لعملية التعلم، وأراد أن يتجاوز بذلك التصور الباطني للتعلم. يعني التعلم من قبل كنت تفسر أنه إذا كانت عندك رغبة للتعلم، إذا كانت عندك حافزية للتعلم، بمعنى كل ما هو ذاتي، كل ما هو داخلي. جاء التفسير العلمي الآخر اللي هو التفسير البيولوجي، التفسير الدقيق، التفسير التجريبي. هذا التفسير التجريبي أقامه واتسون على مجموعة من
من الأسس. النظرية السلوكية تسمى بالنظرية السلوكية وتسمى بالمدرسة السلوكية. بعد مراجع تقول النظرية السلوكية ومراجع أخرى تقول المدرسة السلوكية. والفرق بينهما هو الانجذاب. فيما يتعلق بالنظرية السلوكية أو المدرسة السلوكية تتحدث عن مركزية السلوك داخل فعل التعلم. مركزية السلوك داخل فعل التعلم بمعنى أنه حينما نتحدث عن إكساب تعلم ما يجب أن نربطه بسلوك، لا برغبات المتعلم ولا بميولاته الشخصية. نحن نتحدث كما تقول النظرية. إذن الحديث عن السلوك هو حديث عن نشاط خارجي قابل للقياس والضبط والملاحظة. أي واحد دار سلوك إذا قادر أنك تلاحظ ما تشوف هذا السلوك تقيس درجة مثلا واش مشى 10 متر و 100 متر تقيس درجة هذا النشاط ثم أنك تقوم مثلا هو غادي من هنا تزيح من هنا عطيه كتاب مبسط باش تفهم السياق الذي نتحدث عنه. إذا واتسون بهذا تقدم تصورا جديدا لمعنى التعلم بمعنى أنه تعلم خارجي نشاط قابل للملاحظة والقياس والضبط. هذه النظرية فيها مجموعة من النقاط نسميهم نقاط لأننا غنجيو نصنفهم من الآخر. النقطة الأولى هي ما يسمى بالإشراط الكلاسيكي. الإشراط الكلاسيكي بعد مراجعة نسميه الاشتراط الكلاسيكي. الإشراط الكلاسيكي هو لصاحبه بافلوف. بافلوف هذا يقدم هذا الإشراط على أساس تجربة الكلب إلى غير ذلك. لم نقل في التجربة ولكن الأساس عندنا هو أننا نتحدث على ما استخرجه أو استنتاجه من التجربة. استنتاجه من التجربة أنه نقدم مثير يقدم لنا هذا المثير استجابة. يقدم لنا هذا المثير استجابة. لكن هذا الترابط بين المثير والاستجابة هو ترابط حقيقي وقطعي. وترابط حقيقي وقطعي. مش ترابط قابل أنه ما يوقعش. لا. ودائما يوقع. بناء على معطيات. بناء على معطيات علمية. بيولوجية دقيقة. بمعنى ما كانش. يعني كان تصور اللي قبل. كان تصور اللي هو. تصور اللي هو قابل تحققه وعدم تحققه. الآن نتحدث عن تحقق اللي هو قطعي. زين؟ إذن هذا الإشراط الأول هو الإشراط الكلاسيكي. نمر إذن هذا الإشراط الكلاسيكي فيه مثير استجابة. يقدم مثير معين بالنسبة للكلب كان المثير بالنسبة له هو الطعام. الاستجابة هو عندك مثلا فيديو فأنت خصك تجيب إجبار تجيب طاقة الصوت معك وتاخذ الإدارة أو ليس شكل من هذا الأشكال. إذا كان عندك شي ملف صوتي سكان مسجل يعني الوسيلة الدكتيكية المناسبة. وسائل الدكتيكية متنوعة منها صور منها حرائق منها صور منها فيديوهات إلى غير ذلك حسب ما تقتضيه وما يقتضيه الدرس وطبيعة الدرس. إذا لدينا تدبير التعلمات تدبير الزمن الدراسي والزمن المدرسي ثم عندنا تدبير الوسائل الدكتيكية. هذا التدبير هو ظهور أو نتيجة للتقييم. والتدبير هو عائد بتقضية راجعة على التقييم بمعنى أنك حينما تضع تقديرا معينا جدالا معينا التدبير يبقى بأن الوقت الذي خصصته مثلا للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية غير كافي وبالتالي هنا تقوم التقييم. إذا التدبير دوره هو تقويم التقييم. ما توقعش عاوتاني في نفس الخطأ اللي درتي به الجدالة الأولى مثلا زين درتي التقويم في واحد المرحلة وكان السؤال باهت ما تجاوبش معاك التلاميذ أو المتعلمين. في المرحلة الثانية أو في الجدالة ديال الدرس الثاني تقويم هذا يعني ماشي فقط كدير جدالة وتروح ودير التدبير ديالها وصافي مشات. لا كنرجعوا ليها لأن الجدالة مجرد تصور قبلي للحصة الدراسية. معناها تقييم قبلي للحصة الدراسية. باش كدير الحصة الدراسية تقويم الجدالة. الدراسة ما كتنحى لا تقويمها كترجع ليها. على اساس انك تصدر ذلك الخطا الذي وقعت به من الجداله السابقه خلال الدرس السابق. هذه ما يتعلق بعجاله التدبير. هناك
وثيقة أعطتها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتربية الحياة المدرسية هي متوفرة في الإنترنت وموجودة، يعني اللي بغى يرجع بها وهي مهمة جدا باش تعرف الحياة المدرسية الأنشطة السكرية والأنشطة الموازية إلى غير ذلك. ثم لدينا ننتقل إلى محور التكوين، دائما نتحدث عن الديكتيك بمجزولات الثلاث السياق الذي نتحدث عنه، نتحدث عن الديكتيك بمجزولات الثلاث التخطيط ثم التدبير ثم التقويم. نتحدث الآن عن التقويم، كنا أشرنا في الحصة الأولى إلى ما يتعلق بالتقويم وتحدثنا عن أنه يتخذ اتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه ماذا؟ التقويم يتضمن في ايه؟ نعم ليس اجمالي ولا استقصائي، افقي وعمودي. نعم افقي وعمودي، افقي وعمودي. نعم
الدروس حينما تكون مترابطة يكون المحصلات كنبنيو عليها الدرس الدرس الموالي. يعني هذه المحصلات السابقة كنديرو واحد كأنها كنسولوه في الدرس السابق ثم كنبنيو على ذلك فيما يتعلق بالدرس اللاحق. إذا هذا التقويم التحصيلي. يأتي بالمرحلة الثانية التقويم المرحلي، هذا على مستوى الزمن. التقويم المرحلي، التقويم المرحلي هو باش ندوز مرحلة من المراحل. درس كندير تقويم، ندوز مرحلة معينة كندير تقويم. شنو معنى التقويم؟ أنني مثلا أطرح سؤالا، أطرح سؤال كندوز مرحلة، ماشي كتاب كنسد الدرس عاد كندير تقويم نقول له شناهي كذا وهذا، لا كندوز مرحلة وكندير تقويم. علاش؟ لأن التقويم المرحلي يتيح لي إمكانية الاستدراك بسرعة باش ما يتراكمش الخطأ، باش ماشي حتى الأخر هو مازال ما شافش معاك الأول ديال الدرس. أنت وصلتي لنهاية الحصة، نورمالمون وصلتي ساليت، لا عاد ترجع الأول ديال الدرس، لا كندوز مرحلة وكندير تقويم. عندي سؤال، بعد هذاك السؤال كيبان لي واش صافي، يعني أن المتعلمين خداو المعنى العام أو المحصلة الأساسية أو ما خداوش. إذا هذا ما يسمى بالتقويم. تقويم ماذا؟ المرحلة. يقابله على مستوى التحصيل التقويم التدخلي. التقويم التدخلي هو اللي كيكون في وسط الحصة مباشرة، فاش كندير التقويم كيبان لي الخلل وعالج الخلل مباشرة. واحد كيعطي سؤال يجاوب لي جواب خطأ، نصحح الخطأ مباشرة. هذه إذا ما كانش خطأ هيكلي كما أشرنا والذي يحتاج إلى معالجة. إذا كان فقط خطأ عادي يعني ليس هيكلي. نأتي إلى التقويم الأخير وهو ما يسمى بالتقويم النهائي. يسمى بالتقويم النهائي. التقويم النهائي كيكون في آخر الحصة الدراسية. نسمي الحصة الدراسية كنديرو تقويم. هذا التقويم يقابله على مستوى التحصيل ما يسمى بالتقويم الإجمالي. التقويم الإجمالي سمي التقويم الإجمالي لأنه يجمل كل محاور الدرس وكل المضمون الذي دار داخل الحصة الدراسية. إذا واضح؟ ننتقل إذا إلى المحور الموالي وهو المتعلق بالمستجدات. خلال تكوينات سابقة نتحدث عن تاريخ الإصلاح التربوي والبيداغوجي ونعرض للمراحل التي مر منها نظام التعليم في المغرب ما قبل الاستقلال إلى اليوم. لكن بما أن العنوان المتعلق الذي طرح وهو المستجدات فنحن سنبدأ بالميثاق الوطني للتربية والتكوين على اعتبار أنه ما زال معتمدا في المنظومة التربوية المغربية. الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضع سنة 1999 تم العمل به سنة 2000 وحددت له عشرية الإصلاح، سميت عشرية الإصلاح. هذا العشارية فبعد هذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين حددت له إلى حدود سنة 2009 لكن اعتبر هو دستور التربية والتكوين وما زال معتمدا إلى اليوم. ربما خصو يسالي من بعد ما جاء التقرير ديال المجلس الأعلى أنه خصو يسالي في 2009 ولكنه ما زال معتمدا إلى اليوم على اعتبار أنه هو دستور التربية والتكوين في المغرب. إذا هذا الميثاق طبيعة الحال جرى في سياق اجتماعي اللي هو وضع مجموعة من المدونات من المدونات المصرية على ذلك، فجاء هذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين كدستور وكذلك ك يعني اجتماع لمجموعة من الهيئات السياسية ومجموعة من المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بمسألة المجتمع المدني إلى غير ذلك. إذا هو شكل نوعا من التوافق الاجتماعي حول معطياته ومتضمناته.
هذا الميتا اضطر انه طيب فيه فيه مجموعه من التعامات، فيه مجموعه من المرتكزات الى غير ذلك. الملخص ديالو كاين في الانترنت الموجود، واللي بغى يرجع له مباشره كاين في المجموعه ديال البيداغوجيا والديداكتيك، مجموعه ديال البيداغوجيا والديداكتيك اللي دخل ليها، وراه كاين البي دي اف موجود تما تيليشارج. ثم جا من بعد منه البرنامج الاستعجالي. البرنامج الاستعجالي جاء بطبيعة الحال كاستدراك أو كنتيجة للفشل الذي مني به الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هذا البرنامج الاستعجالي كانت فيه مجموعة من النقاط، منها الاهتمام بالتعليم الخصوصي، منها إعطاء الأولوية للتعليم الأولي والابتدائي إلى غير ذلك من النقاط. جاء بطبيعة الحال البرنامج الاستعجالي جاء تقرير فشل البرنامج الاستعجالي. البرنامج الاستعجالي ملخص ديالو في باور بوينت كاين في مجموعة من كليكو تيليشارج. هادشي غير شوف ما تحبش عندك باش تحبش. ميثاق، شوف شناهو الميثاق، شوف أهم الدعامات والمرتكزات فقط. البرنامج الاستعجالي درو عليك باش تشوف أهم جاء البرنامج الاستعجالي، يكون عندك فكره فقط. جاءت من بعد من البرنامج الاستعجالي ما يسمى الان بالرؤيه الاستراتيجيه. الرؤيه الاستراتيجيه تنزل عبر فترات، جاءت منها ما يسمى بالتدابير ذات الاولويه اللي بدات بها الوزاره من بعد من واحد الحوار يعني موسع مع جميع الفرقاء. جاء ما يسمى به التدابير ذات الأولوية، هي جزء من الرؤية الاستراتيجية. الرؤية الاستراتيجية كاين ملخص ديالها وضعها الوزارة، معتمد هو ملخص في يمكنه في 20 صفحة، 21 صفحة يمكن الملخص، ملخص الرؤية الاستراتيجية 2030 2030. إذا هذا ما يتعلق بالمستجدات على مستوى الوثائق. على المستوى العام كاين ربما متابعين ما يتعلق بالوظيفة الوطنية الجديدة والمستجدات التي جاء بها، ما يتعلق بالمقرر الوزاري المتعلق بتحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد في 40 تلميذ، ثم ما يتعلق بعدم الجمع بين اكثر من مستويين داخل قسم واحد الى غير ذلك من الامور التي جاء بها هذه الولايه المتعلقه بوزاره الوطنيه الجديده. الى محاسبه ما يتعلق بالمؤسسات التي داخل المذكره، ما يتعلق بمحاسبه أو لا كان لجان التقصير، ما يتعلق بالمؤسسات التي حصلت على أقل من 40% في بالنسبة لنجاح البكالوريا، كاين مؤسسات صارت نقاط 28 في هذا الشهر هذا، حتى لجوج يوليوز، غادي تحاول أنها تشوف الأسباب اللي خلات ما يتعلق بهذا أو أن هذه المؤسسات تحصل على أقل من 40% كنسبة نجاح. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ لأنه خصكم طالعين على آخر المستجدات اللي كاينة، لأن هذا الشيء ما غاديش يتحقق في التابع، ولكن في الغالب أن النقاش اللي شفتوه غيتحقق فيما يتعلق بهذه المستجدات. إذا نتوقف فيما يتعلق بالمستجدات لنمر إلى محور التنشيط التربوي. السؤال ليس جزء سؤال، هذا النقش ما يتعلق به الكتاب التربوي. التنشيط التربوي كنا قد عرفناه فيما قبل، ولا حاجة لنا إلى العودة إلى تعريفه. نتحدث الآن عن طرق التنشيط مباشرة. عن طرق التنشيط. هناك طرق كثيرة للتنشيط، منها لعب الأدوار،
منها طريقة فيليبس ستة ستة فيليبس ستة في ستة منها يعني طريقة التشخيص منها كذلك العمل بالمجموعات تعتبر طريقة من طرق المشاركة في الدراسة ثم طريقة حوارية أيضا هذه يعني مازال طرق أخرى تكون عارفينها بالدرجة تكون عارفين إحاطة عامة طرق التنشيط التربوي تحدثنا عنها شو الطرق التي تحدثنا عنها؟ لعب الأدوار هي أنك تقدم مجموعة من الأدوار يعني جوهر الدرس كتكون عندك الدرس مثلا ذاك الموضوع وكتعطي أدوار للتلاميذ والمتعلمين كيجسدوها داخل الفصل الدراسي كل واحد كياخذ دور معين فهذا كيكون في الاكتساب ديالو أكثر رسوخا من أنك دير الدرس هكذا عامة وصافي لا كيكون لعب الأدوار كيكون أفضل ثم عندنا فيليبس ستة تختلف طريقة فيليبس ستة على طريقة المجموعات لأن كاين اللي كيقول بأن طريقة فيليبس ستة هي بحال العمل بالمجموعات لأن كاين فرق ما يتعلق بهذه الطريقة هي أن طريقة فيليبس ستة تكون عندنا ستة ديال مجموعات وستة ديال عناصر في كل مجموعة ويتم تحريك عنصر من كل مجموعة بعد كل وحدة زمنية بمعنى أنك تكون دائما ستة ديال المجموعات هناك من تحدث عن أنه ماشي شرط أن يكون ستة مجموعات أو عشرة ديال المجموعات غير وقت يكون عدد متكافئ في كل مجموعة هذا هو الشرط الأساسي بمعنى أن فاش كيدير كتقول لهم مثلا كتقول لهم ديروا مجموعات الشيء الطبيعي اللي كيدير مثلا هو أنه كل واحد كيمشي مع الأصدقاء ديالو مزيان هذه الطريقة كنهدسها درسوها باش مثلا بعد ما كنحطوا سؤال مثلا وكتجاوب المجموعة ألف ولا مجموعة باء ولا مجموعة أ يتحرك واحد من كل مجموعة يكون دايرين بحال هكذا يتحرك واحد من هنا وهذا كيجي لهذ المجموعة وهذا كيجي لهذ المجموعة وهذا كيجي لهذ المجموعة مزيان شنو كيوقع؟ كيوقع أن هذا الكسول جدا كيلقى راسو أكيد مع المجتهد جدا أي واحد في هذه المجموعات غادي يجي مع كل واحد من هذوك يعني دائما كلهم غيتناقوا مع بعضياتهم ما كاينش واحد ما غاديش مع واحد في المجموعه وبالتالي انا شنو كنديروا كنخلقوا او لا عفوا كنزعزعوا هذيك حاله السكون حاله الراحه والهدوء اللي كيحس بها لا سواء هذاك الكسول ولا سواء هذاك المجتهد هذاك الكسول هو في حاله راحه لان مع اصحابه ما عندوش مشكل فهو كسول جالس مريح مع اصحابه كلهم كسلاء بأي خير ما عندوش هو مشكل ما عندوش زعزعه ديال هذا المفهوم عادي انه راه كاين الكلينيكه ديالو اذا ماشي مشكل فاش كتحطو مع مجتهدين كلهم مجتهدين يوقع اشكال كيتحرج انا ما علاش يتحرج ولكن بلا ما تسولو غير هو يتحرك داخله لانه ديك منطقه الامان اللي كونها من قبل زعزعات ما بقاتش راسها وهذاك المجتهد اللي كيحسب راسو مجتهد بزاف غادي يطيح مع واحد المجموعه اللي هي كساله بزاف وربما لانه قد يوجد في النار ما لا يوجد في البحر وبالتالي انا باش كنهضروا على ان هذاك المجتهد كينقص شويه الغرور ديالو لان باش كيكون المجتهد مع مجموعه ديال الناس مساله ما كنعطوش المجتهد يجاوب كنعطوا لهذاك الكسول يجاوب ولكن بطبيعه الحال راه كلشي داخل المجموعه مشارك في الجواب ماشي واحد وحده وبالتالي ما عندهاش معنى انه نديرو مجموعات بالطريقه المواليه تشخيص اننا كنشخصو كنديرو مثلا واحد الحاله معينه كينوض التلميذ ولا المتعلم من المتعلمين كيشخص لينا هذيك الحاله كيحاول انه يجسدها بالابعاد ديالها مثلا كنهضرو على واحد الرجل مثلا غني او فقير كما كان الحال فكان واحد كينوض يجسد لينا هذاك الدور او لا كنهضرو على نص معين هذاك النص فيه قصه لاحد الاشخاص مثلا وحالته الى غير ذلك فكينوض يجسد لينا هذاك الدور خاصه اننا كنهضرو الإغراق في الجانب النفسي مثلا ما نهضرش على لعب الأدوار لعب أدوار بوحدها نهضرو على حالة مثلا نفسية جسد لنا مثلا حالة الحزن والكآبة مثلا التي يعيشها حالة الفرح الشديد حالة كذا فهذا يكون عنده دور في تنشيط الفصل الدراسي هذه الموالية أو الطريقة الموالية
المجموعات، عمل المجموعات خصو يكون عنده تنظيم، خصو يكون عنده محور اساسي، خصو يكون عندك قائد للمجموعه ضروري. ما كنديروش يعني ما كتكونش عندنا فوضى في الاجابه، فعندنا ضروري قائد لكل مجموعه هو اللي كيتكلف بالجواب. صافي، يمكن هادو هما الطرق اللي ذكرنا. الطريقه الحواريه هي التي تكون فيها حوار بين المدرس والمتعلمين وبين المتعلمين انفسهم، بمعنى انه كيكون عندنا حوار اللي هو افقي وحوار عمودي بين المدرس والمتعلم. كاين كما اشار الاستاذ ما يتعلق بالزوبعه الدينيه او العصر الديني، يعني العصر الديني هو انك تطرح الموضوع فالمتعلمين كيحكم ثلاثهم ما كتحكمش عليهم ولو يكون خاطئ. مثلا كيقول شي واحد شي حاجه خاطئه كتقول له نوض خاطئ 100%، نوض يكتب مزيان ولو خاطئه، ما كتميزش في اللحظه بين الصحيح والخطا، وكلشي كتكتبو في السبور حتى نهايه الحصه، وكدير تمحيص الفرضيات وكنشوفو واش هذه صحيحه ولا خاطئه، وكنتحراو في هذه المرحله انه اللي كتب شي تمدد ولا شي حاجه على السبوره هو اللي ينوض يقول لنا واش صحيحه اولا خاطئه، لاننا بنيناها خلال الدرس، باش ما كنديروش داك الاحراج ديال انه واحد غادي ينوض يصرح شي حاجه ديال شي واحد، باش ما كتكونش داك الحزازات بين المتعلمين، خاصه اذا كنا نهضرو على مراهقين في الاعدادي او لا او الابتدائي. ثانيا يمكن هذا المجال المهم. اذا هذا ما يتعلق بالتنشيط التربوي، هو المالي انا مسلم في إدارة مادة التخصص وعلوم التربية. بالنسبة للتعليم الثانوي بسنتين إعدادي وتأهيلي دورة نوفمبر 2016. نتحدث الآن عن وضعية اختبارية في علوم التربية بمادة التخصص ما يتعلق به. مواد التخصص تشكلت في الأفريقية مرحبا تقرأ التالي بلغة العربية العربية الوضعية الاختبارية تقول نظرية التعلم هي مجموعة القوانين والمبادئ المنبثقة عن الدراسة في الأبحاث السيكولوجية التي استطاعت أن تفهم وتفسر العديد من الآليات المختلفة التي تتدخل في حدود التعلم. هناك مجموعة من الأنظمة التي تتجاوز المنظور التقليدي للتعلم المبني على نقل المعرفة الباراديغم الأوسيليومو لتقترح نماذج جديدة تفسر بها قوات وآليات وعمليات التعلم وتوضح الخطابات التالية العلاقة بين نظريات التعلم ونماذج التعلم مقارنة بالمنظور التقليدي. منظور تقليدي التعلم في مقابله المعرفة دون القلب، السلوكية في مقابلها النموذج المعرفي أو المعرفة تكتسب، البنائية والسوس البنائية نميل النموذج المعرفة تبنى. سؤال، هذا كله سند بالنسبة لي أنا سند. إذا عندنا السؤال الأول، يحدد معنى النموذج المبني على نقل المعرفة مبينا سلبيات هذا النموذج. السؤال فيه الجواب، السؤال فيه الجواب، ما تتجاوزش حاجة من الأسئلة. حاجة
حدد معنى النموذج المبني على نقل المعرفة مبينا سلبيات هذا النموذج. النموذج المبني على نقل المعرفة هو المنظور التقليدي التعلم. نعم اكزومبل ديال الجامع. هو ماشي اكزومبل ديال الجامع لان الجامع عندو هذه الطريقه. نعم طريقه الالقائيه زياده الطريقه التقليديه المبنيه على التلقين. المبنيه على التلقين هي باش نفتح قوسين ونسدهم بالزربه. بالنسبة للجمع ما كانش مبني على التلقين وحده، كان فيه التلقين لأن فيه حفظ القرآن الكريم. لكن فيما يتعلق مثلا نهضرو على الفقه، هل الفقه يحفظ؟ فلا يحفظ. الفقه لا يحفظ، الفقه مجموعة من الآليات اللي كنفهموها وكنطبقوها بموجبها ما كنحفظوهاش. إذا الفقه فيه آليات تطبيق الموجبة، ما هي معايا الناس بثلاثة قوسين. إذا عندنا هذا النموذج المبني على نقل المعرفة، هذا النموذج ممكن أن نتحدث عنه وفق أننا نتحدث عن الميثودولوجيا المضامية. هنا نتحدث عن الميثودولوجيا المضامية. هذه الميثودولوجيا المضامية لها سلبياتها، هذه السلبيات قال لك تحدث عن السلبيات. هذه السلبيات اولا انها تجعل المتعلم مجرد خزان للمعرفه فقط، خزان للمعرفه دون ان يعرف ما يخزن. هو فقط كيخزن، ما عندهاش حاجه كيحفظها مباشره صافي غادي يرجع كما هي، ما كيعرفش شنو انت عطيه. ثانيا انها تركز على البعد الاحادي للشخصيه، البعد الاحادي للشخصيه. المعرفة الأحادية الشخصية هي قدرتها على اكتساب التعلمات دون توظيفها في وضعيات أخرى أو في مجالات أخرى، ثم تجعل من المتعلم يعني محتقرا لذاته. هو يحتقر ذاته حينما تقدم له مضمون معرفي معين تقول له ارجعني أنا غير هذا المضمون، ما تقول لي لا رأيك الشخصي ولا أشبه لي ولا حتى شي حاجة، ارجعني غير المضمون المعرفي اللي عطيته. هذا الشيء كيعطينا إلا شفنا واحد الفترة السابقة راه هو اللي عطانا ناس حافظين بزاف في المنظومة. كانوا فاتوا واحد الناس وما كاين مازال منهم حافظين بزاف مشكورين معرفيا، تقول له كذا كذا كيقول لك واش ما عرفتيش القصيدة ديال المتنبي التي يقول فيها كذا 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 مازال، واش ما عرفتيش التواجد ما كتعرفوا والو ما كتعرفش ماذا قال كذا كذا ويتهم عدد. علاش؟ لأنه تلقى بالنموذج الأول المتعلق بالمعرفة فقط، هو يكون حافظ أكثر وبالتالي كان التمييز واضح. ننتقل إذا إلى السؤال الثاني، هذا سؤال بسيط جدا. بين معنى كل من نموذج المعرفة تكتسب ونموذج المعرفة تبنى، ثم حدد بالنسبة لكل من النموذجين دور الأستاذ ودور المتعلم والطريقة المتبعة التعلم. إذا عندنا النموذج الأول هو نموذج أن المعرفة تكتسب، أعطاك الخلفية النظرية لاكتساب هذه المعرفة وهي النظرية السلوكية. زين أعطانا إذا الخلفية النظرية، إحنا الدور ديالنا أننا نجبدو البيداغوجيا. ماذا نفعلو؟ جبدنا بيداغوجيا المضامين، تحدثنا عن المضامين. هنا يتحدث عن السلوكية والنموذج أن المعرفة تكتسب، معنى أننا نتحدث عن ميثودولوجيا الأهداف. معنى البارحة ميثودولوجيا الأهداف، ميثودولوجيا الأهداف تبنى على أو أساسها أن المعرفة تكتسب، تكتسب هنا بطريقة خارجة عن الذات وليس داخل الذات. أنا رجعنا بس ما رجعش في حصة ديال أمس أن السلوكية تتحدث عن اكتساب الذات للتعلمات عن طريق عوامل خارجية وما يسمى بالمثير، وما يسمى بالمثير. إذا حديثنا هنا عن أن نموذج أن المعرفة تكتسب، هنا حديث عن ميثودولوجيا الأهداف.
ثم حديث عن أن المعرفة تبنى، خلفيته النظرية هي النظرية البنائية والسوسيو بنائي. هذا النموذج ما النموذج المؤطر له؟ النموذج الكفاية. النموذج الكفاية. ثم قال في السؤال دور الأستاذ وهو المدرس والمتعلم والطريقة المتبعة. إذا دور المدرس وفق النموذج المضابي ما دوره؟ دوره أنه منقي، أنه يلقي المعرفة للمتعلم فيخزنها المتعلم. هذا دوره، هذا دور المدرس. دور المتعلم أنه يخزن، قلنا يستوعب ويخزن تلك المعرفة. بالنسبة للطريقة المتبعة هي الطريقة الإلقائية، الإلقائية الطريقة. نمر إذا إلى النموذج الموالي، هو نموذج أن المعرفة تبنى، أن المعرفة تكتسب. هل المعرفة تكتسب؟ قلنا أن خلفيتها النظرية أو البيداغوجية هي البيداغوجية الأهداف. هذا البيداغوجية الأهداف هي قريبة إلى حد ما من البيداغوجية الكفايات، على أساس أن وكان يعني مجموعة من الآراء التي تتحدث عن أن بيداغوجيا الكفايات هي بيداغوجيا الأهداف في جيلها الثاني. هذا رأي محمد درويش، دكتور درويش في كلية العلوم التربوية بالرباط، أن الكفايات هي الجيل الثاني للأهداف. زين، لكن هناك نقاش، هذا الرأي ليس مسلما لي، هناك نقاش على أن بيداغوجيا الأهداف تختلف تماما عن بيداغوجيا الكفايات، على أساس أن لكل منهما خلفيته أو لكل منهما خلفيته النظرية وأسسه. فبيداغوجيا الأهداف تختلف تماما عن بيداغوجيا الكفايات. إذا نموذج أن المعرفة تكتسب، نأتي إلى دور المدرس. ما دور المدرس في بيداغوجيا الأهداف؟ التوجيه. ما دوره؟ إذن دوره أنه يكسب المتعلم هذه التعلمات، على أساس أن بيداغوجيا الأهداف ولا الأهداف ليس فقط المعرفة، هناك أهداف معرفية وأهداف مهارية وأهداف سلوكية وجدانية قيمية. ماشي فقط مش كنهضروا على بيداغوجيا الأهداف، راه كاين ثلاثة أنواع ديال الأهداف، أهداف معرفية ثم أهداف مهارية ثم أهداف سلوكية. هذه السلوكية كتسمى أهداف سلوكية، أهداف قيمية، أهداف وجدانية، باش ما نرجعوش للحصة الماضية. إذا عندنا دور المدرس في بيداغوجيا الأهداف، أولا توفير جو التعلم، بمعنى توفير الوسائل الديداكتيكية التي ستحفز وستثير المتعلم حتى يتعلم. إذن ولا بد له من أن يثير المتعلم حتى يتعلم، هذه بيداغوجيا الأهداف. ثم دوره كذلك أن يشرك المتعلم في بناء التعلمات. رغم الخطأ أن نقول بأن الأهداف تركز على الشحن المعرفي، لا تركز على الشحن المعرفي، بل تركز على ذلك على إشراكه، ولكن باعتباره مستجيبا لمديراته، ماشي فاعل ذاتي. هذا الفرق بينه وبين الكفايات، أنه فقط مستجيب لمديراته. كدير له مثلا واحد الفيديو وغادي يشوف الفيديو، أنت عارف شنو غادي ينتج، رد الفعل اللي غادي ينتج فاش تشوف هذا الفيديو ولا فاش دير هذاك التصرف معين. مزيان، إذا هنا كنهضروا على هذه الإثارة التي يقدمها المدرس للمتعلم. دور المتعلم هو أن يستجيب لهذه المديرات وأن ينخرط، وأن ينخرط في بناء الدرس. ثم عندنا طريقة المتبعة. طريقة المتبعة بالنسبة لي الأهداف هي السياق الاجتماعي الذي توضح من خلاله التعلمات. إذا هنا كنهضروا على أن الخلفية النظرية لبيداغوجيا الكفايات هي النظرية السوسيوبنائية، تضاف إليها كذلك البنائية، وما يسمى أو ما يطلق عليه الفروق الفردية يكون المرجع في ذلك هو نظرية الذكاءات المتعددة، ما يسمى بتفريد
التعليمات بلا بيداغوجيات أخرى، لكن بيداغوجيات التي اعتمدت مثلا بيداغوجيات المضامين كأولى بيداغوجيات اعتمدت هي كانت تنحو منحى الشحن المعرفي. النظريات التي أثرتها قد تكون على مستوى أول هي البنائية، ولكنها كانت متأخرة عنها على مستوى الزمن، وهذا مستبعد لأنه في المقاربة التاريخية وده نقاربها نقارب البنائية مع صدور بيداغوجيا النظامية التي كانت معتمدة في الغرب جزء نحن اعتمدناها. رغم أنه الحديث عن بيداغوجيا النظامية قد تكون له مرجعية دينية لأن التعليم الديني كان يعتمد على الحفظ وعلى الاستظهار، ولكن نقاش ثم عندنا بيداغوجيا الإخلاق، ثم بيداغوجيا الكفايات، ثم بيداغوجيا الفارقية، ثم بيداغوجيات أخرى. أتمنى يكون جواب. شكرا. إذا كانت الأمور كلها الآن واضحة.